هلو everybody، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر محمد طلحة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الفعل ده make، اللي معناها يصنع، ولما تيجي مع الأشخاص يبقى معناها يجعل. الفعل ده مهم جدا لأن ليه أشكال مختلفة. أول حاجة إن make مفعول، يعني يجعل مفعول، بيجي وراها حاجة من الاتنين، يجي وراها مصدر infinitive، يجي وراها صفة. يعني ممكن أقول the news made أحمد happy، وهنا جه ورا المفعول صفة. أو إن أنا أقول the news made أحمد feel happy، يعني جعلت أحمد يشعر بسعادة. يبقى إذا make جه وراها حاجة من الاتنين، make مفعول مصدر أو make مفعول صفة. طيب تعالى ناخد make مفعول مصدر. make مفعول مصدر، لاحظ ان بيجي وراها المصدر بدون to، يعني ما ينفعش اقول my father made me to study hard، لا لازم اقول my father made me study hard، يعني جعلني اذاكر بجد. طيب امتى هيجي وراها to المصدر؟ قال لي بيجي وراها to المصدر اذا بنيت الفعل make للمجهول. For example، المثال اللي احنا قلناه لما اجي اقول my father made me study hard، بابا جعلني اذاكر بجد، لو انا جيت ابنيها مجهول هقول I، انا، لان انا هنا المفعول. طبعا لما اجي ابني الفعل ده للمجهول هلاقيه انه ماضي بسيط، فبالتالي الماضي البسيط المبني المجهول بتاعه was or were plus the past participle، was or were زائد التصريف الثالث للفعل، فبالتالي هقول I was made. طب يا ترى هقول I was made study hard، يعني اجيب المصدر بس بدون to؟ قال لي لا، طالما بنيت للمجهول يبقى قال لي لازم اجيب هنا to زائد المصدر، فبالتالي هقول I was made to study hard. يبقى اذا الفعل make لما يجي معلوم ويجي وراه مفعول قال لي بجيب مصدر بس، اما اذا جه مجهول هنا لازم اجيب وراه to plus الانفينيتيف. Thank you very much for watching. اتمنى تكون استفدت. يلا لايك شير سبسكرايب and don't forget the bell. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.